السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخواتي الكريمات، مرحبا بكم في قناة تخضري. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم حرشة، يعني ميني حرشة ممكن نقوله، يعني على حسب أفراد العائلة ديالكم. أنا غادي ندير حرشة صغيرة، يعني تحضروها الأطفال ديالكم في اللمجة أو الفطور الصباح. كتجي هائلة بسيطة ودغيا كتحضر، المكونات ديالها متواجدة في كل بيت. فعلى بركة الله غادي نحتاجو، درت هنايا 200 غرام من السميد الرقيق الناعم جدا، مع ملعقة من الزبدة، رأس ملعقة ملح، وملعقة سكر، ونصف كأس زيت الزيتون. فعلى بركة الله غادي نخلط هاد المكونات هادو، يعني تترجع لنا مرملة. يعني غادي تحضروا الأطفال ديالكم في اللمجة حريشة هكا، يعني خفيفة ظريفة، حسن ما انكم غادي تمشيو تشريو لهم يعني لي غاتو من الزنقه اللي غادي يضروا بالصحه ديالهم، يعني ما غاديش تاخذ منكم وقت طويل، تحضروها في 5 دقائق فقط. غادي نجيب زيت الزيتون، غادي نرملها على هذا الشكل هذا، على هذا الشكل هذا، وغادي نضيف له الماء. انا ضفت كاس ديال كاس ماء ديال العنبه، نخلط مازال، يعني خصني نزيد الماء. يعني درت لها شويه ديال خميره الخبز وشويه من الخميره الكيماويه، يعني ما يعادل 4 غرام. انا المقادير اللي درت غادي نخليها لكم اسفل الفيديو. يعني درت لها كاس ونصف من كؤوس العنبة، غادي نخليها هكا تشرب جيدا، يعني واحد دقيقة ونعاودو نتلاقاو باش نحضروه. يعني كما قلت لكم في 5 دقائق غادي تكونوا موجدينها وحاطينها فوق الطبلة. غادي نخليها تشرب واحد شوية ونعاودو نتلاقاو. من بعد ما خليتها تشربات على هذا الشكل هذا، غادي نجيب المقله. فاش غادي ديروا مقله ديال الطيفال او مقله يعني ثقيله الوجديه، الاختيار كيبقى لكم. غادي نوضع، يعني بالنسبه للمقله فانا دهنتها بشويه ديال الزبده ورشيت عليها السميده تفاديا انها تلصق لي. يعني حيت المقله صغيره غادي ندير حسابي باش نشوف واش ممكن انها تقد. كنصوبها جيدا، كنرشها بشوية ديال الماء، وكنرشو فوق منه السميد الرقيق أو السميد الناعم جدا.
على هذا الشكل هذا. غادي نوضعها فوق نار مهيله تطيب لنا، عاد نقلبوها باش تطيب لنا من الجهه الاخرى. كنوضعوه على هذا الشكل هذا، فانا وضعت واحد الثقب يعني بقلبت الملعقه، وضعت واحد الثقب هكا على هذا الشكل هذا باش تلقى لنا منين تنفس الحرشه. وغادي نخليوها هكا تطيب على خاطره، يعني تنحسوا بها انها طابت بطبيعه الحال، النار مهيله فاش راها كطيب تنحسوا بها طابت. عاد داك الساعه غادي نقلبوها اخواتي. فمن بعد ما حسيت بها طابت يعني من التحت، دابا غادي نقلبوها على هذا الشكل هذا. يعني بزاف ديال الاخوات داك النهار قالوا لي ما وريتيناش الطريقه باش كتقلب، يعني كنديرها هكا بسيط كما كتلاحظوا معايا بسم الله، وكنقلبوها على هذا الشكل هذا يعني شويه وتحرق، غفلت عليها شويه. المهم راه مازال يعني بحرات تحمرات وصافي على هذا الشكل هذا. عاد غادي نقلبوها، غادي تطيب من الجهه الاخرى. يعني نتوما راه كتبان لكم محروقه، هي فقط محمره يعني الاضاءه في الكوزينه في الليل، ما عنديش لون بيض بزاف. يعني دابا غادي نردى ملي طيب من يعني من التحت من الجهه الاخرى اللي قلبنا عليها، نرجعوا باش نتلاقاو نشوفوا الشكل ديالها النهائي. اخواتي الكريمات، هذا هو الشكل النهائي ديال الحريشه ديالنا من بعد ما طابت. نقطعوها نشوفوها كيفاش جات من الداخل بسم الله، يعني كتجينا فتيه على هذا الشكل هذا. نتمنى انكم تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش انكم تابونا فلاشين باش تستوب جديد الوصفات، كذلك ما تنساوش انكم تدعموني باللايك ديالكم. ونهايه الوصفه، دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.